يعمل مزارعو القنب في لبنان على جني محاصيلهم، ورغم منعه في لبنان إلا أن زراعة هذا المخدر تعتبر من أبرز موارد دخل عدد كبير من المزارعين في منطقة البقاع. ويحتل لبنان المركز الثالث عالميا في إنتاج القنب، وزاد الجدل في الأيام الأخيرة بشأنه بعد تحركات في مجلس النواب لتقنينه. 100,000 هكتار هو حجم المساحة المزروعة بالحشيش على أراضي ثلاث قرى لبنانية في البقاع اللبناني، هي دير الأحمر وبوداي واليموني. وهذه سهول اليموني مكسوة باللون الأخضر. نباتات القنب تنمو أمتارا إذانا باقتراب الموسم. أسابيع قليلة ويصبح الزرع جاهزا للحصاد والاستثمار، أو جاهزا لإعلان إتلافه. فالدولة اللبنانية اعتادت إتلاف محصول النبتة، لذا بقيت زراعتها غير نظامية من أواخر تسعينيات القرن الماضي بعد عقود من التشريع. واليوم يعود الحديث عن قوننة هذه الزراعة لأغراض طبية بحتة، قرار يقلق أبناء اليمون والجوار. المزارع هو المتضرر الأول، المصلحة ترجع للدولة. ظاهر الدولة عرفت أنه من فوائد الحشيش كثيرة، فاقترحوا بينهم وبين حالهم، بعد كل شيء بلبنان حطينا ايدنا عليه، بعد في لها الزراعه هاي حتى نطلع بموضوع التشريع من شان نسرق المزارع الاضعف بلبنان. هو بشدد على كلمه المزارع الاضعف بلبنان، هو مزارع الحشيش، هو المستفيد الاول من زراعه الحشيش هون التجار. منازل القرميد الجميله المنتشره في البلده تعطي انطباعا بالرخاء. المنازل الفارهه بنيت من مردود الحشيش يهمس السكان هنا. يخشى بعضهم الكشف عن هويته، لكنهم يؤكدون أنها مصدر رزقهم الوحيد. نحن جبرنا نزرع هاي النبتة لأنه مردودة أحلى من غيرها، يعني ما بنخسر، يعني بننستر. نرجع بعد لك يوم الكلمية زيتون، هيدي النبتة يعني عم تخلينا نعيش بكرامة، مش عم تخلينا نسرق ولا نبط الطرقان ولا ننصب على حدا. هيدا السبب نحن عم نزرعه. وفي ظل الحديث عن التشريع تبقى الأسئلة كثيرة لدى هؤلاء عن مصيرهم، فهم الحلقة الأضعف بين الدولة والتجار الذين يتحكمون بالسهول المزروعة وأسعار الإنتاج ونوعية الشتول. قد لا تتلف نبتة الحشيش هذا العام، وقد لا يصدر قانون التشريع قريبا أيضا، لكن المزارعين يأملون بأن يحسن هذا القانون أوضاعهم لا العكس، فهم أول من طالب بتشريع هذه الزراعة لأغراض طبية بدل أن يتاجر بها البعض كمخدرات كما هي الحال اليوم. جايس الحشخوري، التلفزيون العربي، من سهل اليموني، شرقي لبنان. ومن بيروت تبقى معنا مراسلتنا جويس الحاج خوري. جويس، يعني كما ذكرتي في تقريرك، إما يتلف هذا المحصول أم يعني يتم البدء عمليا باتخاذ مسار القوننة كما يعني الاقتراحات من المسؤولين، لكن نحن نعلم دائما موضوع الإتلاف لم يلغي يعني الإتجار بالحشيش أو يعني التعامل معها من خلال التهريب وغيره. هل هذا يعني سيكون أيضا بكل الأحوال هو ما سيحدث؟ دعيني أشير إلى أن عملية التلف توقفت منذ اندلاع الثورة السورية. كان هذا المحصول نسبة كبيرة منه أيضا تروج عبر المناطق السورية بعدما باتت الحدود مفتوحة بين لبنان وسوريا. هذا العام بحسب المعلومات لن يتم إتلاف المحصول، وإنما أيضا لن يتم تسويقه بطريقة شرعية، كون القانون قانون قوننا لزراعة الحشيش. هذا الطرح لا يزال قيد الدرس، ليس هناك من مسودة نهائية في البرلمان اللبناني، وإنما هناك عدد من النواب، تحديدا نواب المناطق التي تزرع فيها هذه النبتة، يعملون على إعداد هذه المسودة. حتى هذه الساعة لا تلف، وإنما الزراعة لا تزال غير قانونية، وبالتالي التصريف أيضا سيكون بطريقة غير شرعية عبر تجار لا أحد يعرف من هم.
يعني إذا لا تلف ولا قوننا، تهريب أو تعامل بشكل غير قانوني مع الحشيشة هو الحال الآن، ولكن أين نحن الآن في الجدل والنقاش الذي يتم؟ ربما هذه المرة يعطي فرصة للمزارعين ومن يعني يتاجرون ويتعاملون مع الحشيشة أن يدرسوا أكثر الربح والخسارة فيما لو تم قوننة هذا الموضوع لأسباب طبية كما هو يعني ذكر، ولأسباب علاجية. التقينا عددا من المزارعين اليوم، البعض منهم تحدث والبعض رفض الحديث، الجميع يقول انهم يريدون ان يتم التعامل مباشرة بينهم وبين الشركات الطبية التي ستستفيد من هذه المزروعات، هم لا يريدون اي وساطة، تحديدا وساطة الدولة اللبنانية، هم لا يثقون بالدولة اللبنانية. هنا دعيني اشير الى ان غالبية المزارعين هم من ما يعرفون بالطفار، اي الخارجين عن القانون بحسب الدولة اللبنانية، فقط لأنهم يقومون بهذه الزراعة. لا أريد الدفاع عن هؤلاء، وإنما عندما قررت الحكومة اللبنانية وقف زراعة الحشيشة هي لم تؤمن بديلا زراعيا آخر، ولم تصرف أي منتوج زراعي آخر لكي يتمكن هؤلاء من العيش. هذه هي روايات نافعة عن جويس حينما حاولته السلطة. صحيح. أشكرك جزيلا. صحيح. من بيروت مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري.